أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، لقاء جديد، حلقة جديدة وبرنامج إسعاف. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إسعافات مرضى الكلى. هنحاول النهاردة نركز إزاي نحافظ على الكلى وإزاي نتجنب العادات الصحية الغير سليمة اللي أحيانا بتؤدي لأضرار كبيرة ومشاكل زي الفشل الكلوي وغيره. خلوني في البداية أرحب بضيف الكريم دكتور باسم جمال بيباوي، استشاري أمراض البطنة والكلى. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، شرفتنا أهلا النهاردة، وسهلا. الله يبارك. في البداية حابب أسأل، ليه الفترة الأخيرة زادت مشاكل الكلى بشكل ملحوظ؟ هو زادت اكتشاف مرضى الكلى أو مشاكل الكلى في الفترة الأخيرة فعلا. دي نتيجة لسببين. أول سبب إن زيادة الوعي لدى الأطباء والوعي الطبي لبعض المرضى إن أصبح في مشاكل في الكلى، فأصبح المريض زمان ما كانش بيسمع عن مرض عن أمراض الكلى، فبالتالي ما كانش بيعمل فحوصات في الكلى. لكن حاليا دلوقتي لما بيلاحظ المريض أي أعراض بيتوجه لدكتور، والدكتور يا إما بيكون المريض طبيب كلى أو الطبيب البطنة وبيوجهه أوقات لدكتور كلى، فدي سبب مهم. تاني حاجة إن هو في زيادة دلوقتي مستمرة في نسبة أعداد مرضى الضغط ونسبة أمراض السكر سواء في مصر أو عالميا نظرا لمتغيرات الحياة، ودول من الأسباب الرئيسية اللي بتخلي المريض بيدخل بعد فترة من الوقت في أمراض أو مشاكل في الكلى، زي ضغط الدم، زي وزي مرض السكر. بالظبط، أكيد دول برضو بيواجهوا مشاكل أكبر من غيرهم إن هم يواجهوا مشاكل في الكلى. طب نعرف الأول يعني وظيفة الكلى في الجسم، يعني الكلى طبعا عضو مهم جدا في جسم الإنسان. نقدر نقول إن الكلى شغالة زي مرشح أو فلتر في جسم الإنسان. فالكلى بتعمل على استخلاص السموم من جسم الإنسان وبيتم إخراجها عن طريق البول. البول، تمام. كمان مهم الكلى، وظيفة الكلى إنها بتحافظ على نسبة الأملاح في الدم. والأملاح دي حاجة مهمة عشان العمليات الحيوية في الجسم. فمريض الكلى مثلا أوقات بيحصل فيه اختلال في نسبة الأملاح، بنلاقي إن نسبة البوتاسيوم بتاعته بتعلى، فبيحصل لخبطة في ضربات القلب. فدي وظيفة من وظائف الكلى المهمة. كمان الكلى بتحافظ على نسبة السوائل ثابتة في جسم الإنسان. فمثلا عشان نقرب الموضوع، فنقول إن حضرتك لو حصل إن كمية السوائل اللي شربتها أو المية قلت، فهتلاقي كمية البول قليلة. بالظبط، لو شربت مية كتير كان عندك استعداد إنك تشرب مية كتير، كمية البول بتزيد. فتحافظ. ده مش موجود في مرضى الكلى اللي بيحصل عندهم تدهور. بالظبط، ان هو الكلى بتاخد بتدي الجسم الحاجه بتاعته والزائد بتصرفه في البول. بالزبط. ده بالنسبه للناس العاديين. بالنسبه بقى للناس المرضى او اللي عندهم لا، وكمان في وظائف تانية يعني الكلى بتلعب دور مهم في نسبه الهيموجلوبين. فالمرضى تمام بتفرز هرمون اسمه الاريثروبيوتين، ده بيساعد على تكوين نسبه الهيموجلوبين فما بيحصل لهمش انيميا. تمام. وبيحافظ على نسبه الكالسيوم، فبالتالي ما بيحصلش هشاشه. مرضى الكلى بيفقدوا الحاجات دي وبيتم تعويضهم لتجنب مشاكل الكلى. تمام. طيب يعني وظائف الكلى كتير زي ما حضرتك ذكرت، اكيد طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نحافظ على الجهاز المهم دوت، ازاي نتجنب مثلا حاجات او عادات سيئه او عادات صحيه غذائيه سيئه بتاثر بشكل سلبي على الكلى. اتفضل. الكلى عضو في الجسم، فاي تاثير في جسم الانسان بتاثر على الكلى. فالعادات السيئه دايما اللي هي بصفه عامه، زي ما بنقول مثلا لازم تحافظ على الجسم بصفة عامة. يعني الأحداث السيئة كلها اللي بتؤدي إلى الضغط والسكر، زي زيادة السمنة، زيادة الأكل بصفة كتيرة اللي بتؤدي للسكر، زيادة نسبة الأملاح اللي احنا بناكلها، دي كل التدخين شيء مهم جدا. التدخين بيؤدي الى تصلب الشرايين في الدم، ومنها تصلب الشرايين في الكلى. اكيد طبعا، يعني التدخين بيؤدي لمشاكل كتير جدا، مش لازم في الكلى بس، اكيد في وظائف تانية كتير في الجسم. ومن الحاجات كمان المهمة تناول الأدوية بطريقة غير طبيه، يعني بدون استشاره الطبيب. بدون استشاره الطبيب كتير بنستسهل، والمريض المصري بيحب ياخد مسكنات وادويه مضادات حيويه وبناخدها بصفه مستمره. ده ممكن يعمل تليف في انابيب الكلى ومشاكل في الكلى، احنا في غنى عنها، فبتكون الادويه عند اللزوم ويفضل دايما استشاره الطبيب. اكيد طبعا، لان دايما تلاقي واحد ياخد دواء على وصفه حد صاحبه او حد جاره بدون استشاره كتير الطبيب. اكيد كتير ده بيؤدي كتير. طب بالنسبه للدواء، يعني هل نوعيه الدواء نفسه اللي بتاثر او بتعمل مشاكل في الكلى نوعيه الدواء، ولا استمرار تناول الدواء؟ الاثنين حضرتك. تمام. يعني في يعني أدوية، في ادويه معينه في ادويه بنقول عليها انها سيف او امنه مهما استخدمت لمده طويله من ناحيه الكلى. تمام. لكن في ادويه بجرعات حتى قليله ما بنقدرش نديها كميه كبيره، يبقى الكميه فيها
محدودة والمدة فيها محدودة، فنوعية الدواء زي المسكنات دي بتأثر على وظائف الكلى، كتر استخدامها بيزود نسبة حدوث أمراض الكلى أو مشاكل الكلى في الكلى. فهي النوعية فعلا والمدة. طب بالنسبة لشرب المية، دايما الدكتور ينصح المريض ان هو يشرب ميه بشكل متواصل، يحدد له كميه معينه يشربها كل يوم. ليه يعني؟ ليه الميه بتحسن وظائف الكلى؟ لا، هو هقول لحضرتك، هي الميه طبعا شيء اساسي ومكون اساسي وهل لجسم الميه الانسان. بس، هل الميه بس ولا السوائل عامه؟ يعني لو هنتكلم مثلا في عصاير، هنتكلم في مشروبات اعشاب، هنتكلم في كده. العصاير والمشروبات التانية هي عبارة عن مية وعليها مكونات تانية، تمام. فلو الإنسان ما عندوش أي مشاكل زي السكر مثلا فممكن يستخدم الحاجات دي، ولكن برضو دي الحاجات دي بتأدي إلى السمنة وبتأدي إلى مشاكل تانية، تمام لكن المية ملهاش أضرار جانبية، لكن كلها أكيد. كمية سوائل. أهمية السوائل، السوائل طبعا زي ما احنا بنقول إن هو مكون أساسي في جسم الإنسان، تمام. فشرب المية ده شيء مهم. في بعض الامراض شرب الميه بكثره بتمنحها، زي حصوات والاملاح والرمال اللي على الكلى، دي شرب الميه بكثره يعني من في امراض معينه الدكتور بينصح فيها ان هو شرب الميه. يعتدل في شرب الميه، لا، بحيث باكثار من شرب الميه. تمام. العادي اللي احنا معتدلين في شرب الميه، لما بتعوز تشرب ميه بكميه 2 لتر ميه مثلا في اليوم ولا حاجه بتشربه. لكن في امراض معينه الدكتور بينصح فيها ان هو ما يشربش ميه كتير. ما انا لسه اقول زي لحضرتك، فالاملاح بنكتر من شرب الميه عشان ما يحصلش رمالي، لكن في مثلا مرضى الفشل الكلوي اللي هم ما بيقدروش ان هم يعملوا اوريدي استخراج عندهم مشكله في الكلى. بالظبط، فالكلى ما بتقدرش تعمل اخراج لكميه السوائل اللي تشربها في البول، فبالتالي ما تشربش فبالتالي كتير. بيحصل تخزين. فلو حصل ان احنا شربنا في الميه كتير، هيبتدي الرجلين تورم، هيبتدي نفسنا يضيق، هيبتدي يحصل لنا كرشه نفس، هيبتدي الضغط يزيد، فبالتالي اكيد ما طبعا نقدرش. بيبقى راجع للتخزين اللي بيحصل جوه الكلى، لان الكلى ما بتتعملش بشكل كويس فما بيتصرفش. تمام. بالظبط كده. فالتخزين ده بيؤدي للاعراض اللي حضرتك ذكرتها، زي تورم القدمين وايه تاني؟ تورم قدمين، كرشه النفس، الكحه، البلغم، الضغط بيعلى شويه. تمام. برضو مرضى ضعف عضله القلب، ما بنقدرش نديهم سوائل بكميه كبيره، ففي بعض، مش كل الناس اللي بيبقى شرب الميه فيهم مفيد. تمام. في ناس معينه او حالات قليله بنقدر نقول لهم لا، اعتدل في شرب الميه، اعتدل او قلل الكميات شويه من المناسبه. كميه تمام. الميه، لكن افرض مثلا واحد عنده جفاف او اسهال، لازم نكتر من شرب اكيد. الميه عشان ما ندخلش في جفاف. تمام. طب لو عايزين نعرف الاعراض اللي انا من خلالها بعرف ان في مشاكل في الكلى، او لو السؤال يعني عايز اعرف امتى اروح للدكتور، او امتى ان انا اعرف ان انا عندي مشكله في الكلى. طيب قبل ما نقول الاعراض، عشان بس ما حدش يقلق من الاعراض اللي هنقولها، تمام. لان الاعراض دي نون سبيسيفيك او بتبقى منتشره في بعض الناس العاديه خالص وما تكونش اسبابها كده. يعني مريض الكلى ممكن يجي بشويه تقول لك انا عندي همدان. ممكن مش الكلى، ممكن مشكله في حاجه همدان في تانية. جو همدان عادي، من الارهاق، من طريقه الشغل، عدم نوم، ده تمام. شيء عادي. فبيبقى عنده همدان، مل النوم، مش قادر يقوم بشغله. بس احنا بنعملها لما بيكون لا الموضوع مستمر عنده وبيزيد. تمام. ممكن يبتدي يشتكي من عنده غثيان، مل القيء، انا عندي ترجيع كتير. ده ممكن يبقى التهاب فم معده عادي، او اللي هو قرحه في المعده، بنفس بليها نفس الاعراض. المريض الكلى ممكن يشتكي ان كميه البول ابتدت تقل عليه. يبتدي يعرف بقى ان في مشكله في يبتدي نقول نشوف هل هو الموضوع عدم شرب ميه كتير، فنبتدي نقول للمريض اشرب ميه، ولا قصور في ولا وظيفه الكلى. ابتدت وظائف الكلى بتاعته تتعب وهو مش واخد باله. تمام. تمام. دي اعراض. في ممكن تورم القدمين، دي واحده من الاعراض، ما هيش السبب الوحيد لكن هي من الاسباب. نلاقي في تورم في القدمين، بعض المرضى بيجي الصبح يقول لك انا بقوم عيني منفخه، لما باجي بقى بتبول بلاقي ان في رغاوي في البول. تمام. لما بيحصل فيه ضغط في سن بدري من 15 20 حاجه و20 سنه، بنبتدي نعمل فحوصات للكلى وبنشوف الاسباب ايه. دي تمام. كلها اعراض من طب اعراض الكلى. لون البول، يعني هل لون البول بيبقى مؤشر قوي ان في مشكله، ولا ممكن برضو يعني احيانا بعض احيانا الادويه واحيانا بتغير لون بالظبط. البول؟ فاحيانا واحيانا في بعض الادويه، في بعض الاكلات، لا لون البول مؤشر بس مش في مرضى القصور الكلوي. لكن هي اوقات مثلا حضرتك بيحصل التهاب في البول، لما بيزيد نسبه الالتهاب في البول فبتلاقي لون البول اتغير عليك. لما بيكون في رمل او حصاوي في الكلى، اوقات الرمالي او الحصوات لما بتيجي بتنزل بتجرح، فبالتالي لون التهاب البول في مجرى البول ممكن يحمر، بيبقى عندك احمرار في لون البول. في بعض امراض في الكلى ممكن تعمل لك دم في البول برضه، فممكن يكون في احمرار في البول نتيجه رمال او حصوات او امراض في الكلى، وممكن يكون لون البول طبيعي.
طبيعي بسبب مثلا تناول دواء معين او كده. لكن دايما احنا بنشوف لو لون البول فاتح بيبقى المريض بيشرب ميه كتير، لو لون تمام، البول غامق بيشرب ميه ميه قليله. قليل، لكن ممكن يكون انديكيتور او مؤشر، ممكن يكون مؤشر ولكن مش في كل الاوقات. طب ليه يا دكتور ليه دايما مريض السكر بيبقى عنده مشاكل في الكلى؟ او يعني ايه علاقه مريض السكر بمشاكل اللي بتظهر في في الكلى؟ حاجتين، اولا تثبيط السكر ده شيء مهم جدا. للاسف بعض المرضى لما بيجوا في العيادات بيجي تساله تقول له مثلا السكر، بيجي لك لشكوى تانية خالص، التهاب في اي حاجه، مجرى البول في اي حاجه، تيجي تساله على السكر يقول لك السكر كويس. تبتدي تعمل له فحوصات تلاقي الهيموجلوبين السكري او التراكمي بتاعه عالي 10 و11، هو المفروض يكون نسبته من 6.5 ل 7. تيجي تقول للمريض يقول لك لا انا مظبط كده، تحاول تظبطه يقول لك لا انا مرتاح كده. انه هو مش حاسس بمشاكل وهو عنده. هو مرتاح بالاعراض لكن ما يعرفش اللي بعد كده هيعمل ايه. لكن السكر طبعا لو اتساب بطريقه بيؤدي خاطئه او لمشاكل كتير، عاليه سواء يعني مش الكليه بس، سواء على القلب كله. او اكيد السكر بيعمل مشاكل في الاطراف، التهاب في الاعصاب، ممكن بيعمل مشاكل في القلب وتصلب في الشرايين، بيعمل مشاكل في الشبكيه وفي العين كتيره، وبيعمل مشاكل في الكلى. فهو السكر بيعمل كمان تصلب الشرايين، ده ممكن يؤثر على الكلى وبيؤدي الى تليفات في الكلى. السكر وده دايما بيبتدي في الكلى في مراحل، ففي الاول المريض ما بيبقاش بيشتكي من اي حاجه، ما بيشتكيش من حاجه، بعد كده بعد مرور فتره من الوقت لو مش متظبط بيبتدي العيان ينزل حاجه اسمها زلال في البول، دي ممكن تمر والمريض ما ياخدش باله، بعد كده نسبه الزلال دي ممكن تزيد، فيبتدي يحصل تورم في القدمين، عينين بتنفخ، رغوي في البول، يبتدي يحصل شويه كرشه نفس، الضغط بتاعه ما يبقاش متظبط عشان نسبه السوائل بتاعته والتورم بيزيد. بعد كده ممكن ندخل بعد كده بعد فتره من الوقت الى مرحله قصور في وظائف الكلى، يعني هنعمل هنلاقي نسبه الكرياتينين بتعلى وفي كفاءه الكلى ابتدت تقل. واخر مرحله من المراحل هي الوصول الى مرحله الغسيل الكلوي لا قدر الله، لما بيحصل فشل كلوي. عشان كده دايما ننصح مريض السكر ان هو يعمل تشخيص مبكر طبعا للكلى عنده، بحيث ان هو يعني طبعا ايه عشان كمان نعرف ايه المشاكل، لازم نظبط ضغطه، لو في ضغطه متظبط لازم بندي ادويه معينه في مريض السكر، عشان دي ممكن تحسن البروجنوزز او على المسافه الطويله، بتطول المسافه مع الكلى. لازم نظبط ضغط، لازم نظبط نسبه الكوليسترول في الدم. بعد كده المريض بعد كده هقول له لا تاخد الادويه دي وتبعد على الادويه دي. فده شيء برضه يعني مهم. عايزين برضه يعني معلش نتكلم برضه عن اهميه التشخيص المبكر، لانه اكيد بيجنب الانسان امراض مزمنه او امراض بعد كده زي الفشل الكلوي لا قدر الله. فاكيد يعني ننوه برضه اهميه التشخيص المبكر، ومين اللي يعمل تشخيص مبكر؟ يعني أهمية الانسان العادي اللي ما كل عندوش الناس اي المفروض مشكله، تعمل تشخيص مبكر، بس ايوه الناس يعمل اللي تشخيص ات ريسك، مبكر. يعني الناس اللي عندهم قابليه او بنبقى خايفين ان يحصل عندهم مشاكل في الكلى، زي الناس اللي عندهم امراض وراثيه، تكيسات على الكلى، زي مريض الضغط، زي مريض السكر، مريض القلب، ده بنشيك عليه كل فترة عشان نشوف ايه المشاكل بتاعت الكلى. فطبعا ده مهم. الأهمية ممكن نقسمه لحاجتين، لو احنا عندنا ابتدينا في مرحلة مبكرة جدا وعرفنا ان في شيء حاد فده يمكن علاجه. يعني مثلا لو في حصوة والحصوة سادة في المجرى البول وعاملة تضخم على الكلى، فاحنا لو قدرنا نشيل الحصوة اللي على الحصوة الكلى ونستخرجها جراحيا او عن طريق الأدوية الكلى ترجع لوظيفتها. في بعض الحالات بيكون مثلا في نسبه جفاف، طريق المحاليل والسوائل الامور بتتحسن. في امراض مناعيه ممكن تصيب الكلى، ساعتها يمكن العلاج عن طريق سواء الكورتيزون او ادويه المناعه وبيحصل شفاء. تمام. بعض الامراض التانية اللي بياخدوا ادويه، يا اما بنوقف الدواء المسبب لهذا المرض، يا اما او الارتفاع في وظائف الكلى، او بندي علاجات عن طريق الكورتيزون بحيث ان ياثر. لكن لو ما حصلش التشخيص المبكر ده بيؤدي للقصور تمام او مزمن. حتى لو في حاله التشخيص ان في قصور مزمن، التشخيص المبكر مهم. تمام. ليه؟ اولا في مضاعفات في الكلى، احنا كنا بنقول ايه وظائف الكلى، فاول حاجه ان احنا بنمنع المضاعفات، بنمنع نسبه الانيميا، فبالتالي الانسان بيعيش احسن، طريقه حياته احسن، بنمنع المشاكل في العظم، بنخلي الانسان اللي عنده ارتفاع في وظائف الكلى نقول له النظام الغذائي اللي يمشي عليه عشان نمنع تدهور وظائف الكلى. الادويه هياخد ايه ادويه، بحيث ان حتى لو ما تمش شفاء كامل لكن هيبقى هنقلل المشاكل اللي هتحصل، وهنخلي نحافظ على نسبه الكرياتينين او وظائف الكلى ثابته، او هنمنع تدهورها الى قدر الامكان أكيد. او نحسنها لو كان ينفع. طيب اسمح لي نطرح سؤالنا التفاعلي مع الجمهور. اتفضل. هل تلاحظ وجود نقص في البول؟ تقدروا تتواصلوا معانا، اي حد عنده استفسار، اي حد عنده سؤال تقدروا تتواصلوا معانا، وان شاء الله الدكتور هيجاوب عليه.
نرجع لموضوعنا، عايزين اتفضل. نعرف ليه الإنسان بيقدر يعيش بكلية واحدة؟ الانسان طبعا يقدر يعيش بكليه واحده، في ناس بتبقى خايفه ان هي عايشه، هل ممكن فعلا نعيش بكليه واحده؟ اه طبعا ممكن، والدليل ان المرضى الفشل الكلوي اللي بيغسلوا اللي يحب يزرع منهم وبيعمل زراعه، بيعمل زراعه كليه واحده، ما حدش بيعمل مش زراعه كليتين اكيد. كليتين ايوه صح وبيعيش بيها. تمام. بعض الناس بيتولدوا بعيب خلقي فبيتولدوا بكليه واحده بكليه واحده فعلا ورغم كده بيستمروا، فهو يقدر يعيش؟ اه طبعا يقدر يعيش بكليه ما واحده. يبقاش في اي في كسور او امراض معاناه لا قدر الله، ولو في اورام فالطبيب بيضطر يشيل كليه من الكليتين وبيعيش بالتانيه. اكيد. احنا عندنا كليتين، كل كليه فيها مليون وحده، ما بيحصلش ارتفاع في وظائف الكلى الا لو المريض فقد اكتر من 50% من الوحدات او من القدره بتاعها، يبتدي يحصل فيه ارتفاع في وظائف الكلى. لكن لو في كليه واحده اه بيبقى فيه تقدر تعيش بيها وبتعوض كفاءة الكلية التانية مع شوية تحذيرات بس خفيفة. الأسباب اللي بتؤدي للفشل الكلوي. هي الأسباب واحدة في كل البلاد بصراحة، لكن إحنا الأهمية بتاعتها بتختلف حسب الكوميونتي حسب المجتمع. لكن أهم الأسباب دايما هم بنحط في الأولوية السكر، تاني حاجة بنحط ارتفاع السكر ضغط اللي هو مرض مرض السكر، السكر. مرض تمام. السكر طبعا ارتفاع نسبة السكر أو مرض السكر، تاني حاجة ارتفاع ضغط الدم مش متظبط، المريض اللي مش متظبط دايما، لانه يعني متظبط نسبة الحدوث قصور في الكلى بتاعته بتقل. تالت حاجة الالتهاب النفروزي، سواء التهاب نفروزي مناعي عن طريق بعض الأمراض اللي بتعمل في المناعة وبتصيب الكلى أو بدون أسباب. رابع حاجة وجود مسكنات وأدوية كتيرة بدون بدون وصف طبيب تمام. وبكمية كبيرة، وخاصة مسكنات العظم ممكن تعمل مشاكل في التليفات، الالتهابات المتكررة في المثانة وفي الكلى ممكن تطلع تعمل تعمل لنا مشاكل مشاكل. في الكلى. تمام. في بعض الأمراض الوراثية، في بعض حاجات زي التكيسات اللي على الكلى، يعني دي زي ما بعض حضرتك الأمراض ذكرت ان في ناس بيبقوا معرضين اكثر من غيرهم طبعا للاصابه، زي مرضى طبعا السكر اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم اكيد بيبقوا معرضين اكثر من طبعا. غيرهم للاصابه بمشاكل في الكلى. مريض الفشل الكلوي هل يمكن شفائه تماما من الفشل؟ عشان نوضح النقطة دي يبقى خلينا نقسمهم لحاجتين. مريض الفشل نقسم الفشل الفشل الكلوي الكلوي لحاجتين. لحاجتين، اه تمام. فشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. الفشل الكلوي الحاد ده بيمكن شفائه منه حسب طبعا استجابة المريض وحسب اللي احنا المرحلة اللي هي واصل فيها والسبب ايه، لكن بيمكن الشفاء منه. هضرب لك مثلا مثال، ناس وظائف الكلى بتاعتها عليت نظرا ان جاله جفاف، او نظرا لان في حصوة سدت مجاري البول فحصل فيه فشل وارتفاع في وظائف الكلى، مجرد من العلاج ده بيتحسن. في بعض الناس بيحصل لهم تكسير في عضلات الجسم، وخاصة ان هو ما بيشربش ميه كبير وكبار السن او عن طريق الادوية، بعد كده الامور بتاعتهم تتحسن. او في ناس زي ما احنا بنقول ده عندهم بالنسبة التهاب للي عنده نفروزي، فشل كلوي حاد ده الفشل الكلوي حاد الحاد. او التهاب نفروزي، بياخد ادوية مثبطة للمناعة بيتحسن بتأدي بعد كده للشفاء تمام الكامل او الكامل التام، والتام. انما بالنسبة اما للفشل الفشل الكلوي الكلوي المزمن. المزمن، لا هو الفشل الكلوي المزمن ما يبقاش فيه شفاء تام، لكن فيه شفاء نسبي، يعني الغرض من العلاج مش الشفاء التام، ولكن محاولة السيطرة ومنع تقليل او تدهور تقليل وظائف المشكلة. الكلى او تمام. منع وعدم تدهور وظائف الكلى، ان احنا نوصل الى مرحلة الغسيل او تطويل المدة، بدل ما يحصل الكلام ده في شهور لا ممكن يحصل في سنين وسنين طويلة. تمام. وبأثر مدة. ومنع المشاكل، يعني بدل ما المريض اللي هو ما يعرفش هذا الموضوع يحصل فيه، يحصل ان هو يدخل بمشاكل اللي هو على الكلى، احنا بنمنع المشاكل دي. فطبعا في ده وفي ده، في شفاء تام وفي منع التدهور والمحافظه على وظائف الكلى. والمريض على فكره اللي بيحافظ على وظائف الكلى او بتفضل بالكرياتينين بتاعه ما هوش عالي قوي بيعيش عيشه شبه طبيعيه، في شويه تحذيرات بس لكن ما بيبقاش حاسس باعراض كتير. مريض الفشل الكلوي اللي بيعمل غسيل دموي للكلية، تمام، بيبقى فاكر يعني هل الغسيل ده بينعش الكلى؟ السؤال ده متسأله كتير جدا، في مرضى كتير بتيجي يقول لك ايه انا سمعت من حد ان الغسيل الكلوي بينعش لي الكلى. هو الفكره هو غالبا جاب المفهوم ده الكونسبت ده من ان الفشل الكلوي الحاد اوقات بيضطر يحتاج ان يعمل جلسات غسيل. احنا قلنا ان الكلى وظيفتها ايه، وبالتالي احنا بنقول ان الكلى لو ما بتقدرش بنعوض الكلام ده بغسيل. بغسيل الكلى، تمام. فاحنا بنستخلص السموم، فوظيفة الغسيل هو استخلاص السموم وكمية السوائل والحفاظ على نسبة الأملاح ثابتة. تمام. فمريض الفشل الكلوي الحاد أوقات بيحتاج ده في وقت معين والفترة معينة،
وبعد كده احنا بنقول ان ممكن يرجع طبيعي. فبعد ما بيرجع طبيعي بيرجع طبيعي عشان السبب راح او اتعالج. فيبقى عمل جلسات غسيل فتره اسبوع اسبوعين شهر وبعد كده رجع طبيعي. فبعض الناس جالها مفهوم ان هذا الغسيل هو السبب. لا، هو الغسيل ما هوش يعني الغسيل وظيفته الاساسيه بالزبط. هو بينقي الجسم او بيفلتر الجسم من الحاجات الزائده وفي بعض الحالات بيحسن عوضا عن الحاله الطبيعيه اللي كانت بتتم. لكن مش بينعش الكلى او مش بينعش الكلى لكن بنحتاجه عشان استخلاص السموم، وبنحتاجه في بعض الحالات عشان بيكون التشخيص او بنقول بنحسن الاوت كام بتاع البيشنت، الاستجابه بتكون افضل. لكن انه مريض مزمن يدخل عشان يعمل جلستين غسيل وينعش الكلى، لا ده كلام مش مظبوط حقيقه. طب امتى يعني مريض الفشل الكلوي او مريض يعني امتى اواجه مشكله اعمل معاه غسيل كلوي؟ امتى اعمل غسيل كلوي للكلى؟ تمام، هاي دي طبعا بتختلف على حسب حاجات كتيره، لكن احنا بنقول سطور عريضه. لما الكلى نقول مثلا تفقد اغلب وظيفتها ويتبقى من 10 الى 15% من وظيفتها، ويعني غالبا بنقول ان مريض السكر في الكرياتينين حوالي 5، في المريض العادي قرب 10. لكن مش لازم، مش مفيش فجر او مفيش رقم معين، لان ممكن المريض بيكون عنده نسبه حموضه في الدم فبضطر ده بيبتدي غسيل بدري. المريض بيبتدي يشعر باعراض فمش هسيبه بالاعراض بتاعته، القيء والغمامان في النفس وعدم القدره على العمل. مريض بيخزن ميه كتير ومش بيجيب بول كتير فبالتالي بيضطر نبتدي له بدري. نسبه البوتاسيوم عاليه فما اقدرش اسيبه بنسبه البوتاسيوم عاليه، وان كان في ادويه بتحاول تسيطر على نسبه البوتاسيوم لكن في بعض الاوقات المريض ما بيستجيبش كل مره الاوقات على الادويه، فبضطر المريض اللي هو مش مستجيب على الادويه دي نضطر نعمل له جلسات غسيل تمام بدري شويه على حسب المريض. سؤالنا تاني على المشاهدين، هل تلاحظ وجود نقص في البول؟ تقدروا تتواصلوا معانا على الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، اي استفسارات او اي سؤال انا اتشرف بالاجابه عليها. نكمل معاك يا دكتور. مريض الفشل الكلوي اكيد يعني بنحدد له نظام غذائي بحيث ان هو يساعده ان هو يتعافى من المشكله اللي عنده. احنا بنحدد له، حضرتك قصدك على اللي بيغسله ولا اللي مش بيغسله؟ لان احنا لو احنا المريض بيغسل نظام الغذائي بتاعه غير المريض اللي مش بيغسل. التحذيرات شويه للمريض اللي مش بيغسل بتكون اكتر، لان برضو بنقول ان هو الكلى بتكون ضعيفه ومفيش شيء بديل ليه. فبنبتدي نقول للمريض، طبعا كل حاله بتبقى متغيره على حسب الحاله أكيد. لكن بصفه عامه بنقول للمريض تحاول نقلل شويه من كميه البروتينات اللي بياكلها، وبنحسبها بمعادله بسيطه كده عندنا وبنقول له كميه البروتينات تقللها. تاني حاجه كميه الملح في الاكل، بنقول له لو سمحت قلل ملحك في الاكل قدر الامكان، سواء مريض او غير مريض. يعني حتى احنا بننصح الناس الاصحاء العاديين ان هم طبعا، بس هو المرضى بيكون اكتر، يعني مريض ضغط الدم ومريض السكر مريض الكلى مريض القلب، دي بننصحهم بطريقه اكتر لازم من نسبه الاملاح والسكر. تمام، فبنقول له لا، قلل الملح في الاكل، قلل من الحاجات اللي فيها نسبه املاح كتيره، لو في مخللات، لو في زيتون، جبن القديمه، عشان كل ده ما يخزنش ميه. مرضى الكلى كمان عرضه ان نسبه البوتاسيوم بتاعهم بتزيد، فبالتالي في بعض الحاجات بنقول لهم لا، مثلا ما تشربش شوربه كتير، خلي بالك من العصاير المحفوظه، لو سمحت ما تاكلش برتقان وموز كتير. تمام، فدي تحذيرات. وفي اوقات بندي شويه ادويه عشان المريض حاول تساعد المريض بشويه ان هو يبتدي ياكل شويه من الحاجات دي، ولكن دي تحذيرات بصفه عامه. تمام، يمكن احنا دلوقتي يعني داخلين على فصل الصيف، تنصح بايه؟ انصح بايه فصل الصيف؟ اول حاجه الناس كبار السن، ودي حاجه مهمه، والاطفال ما يتعرضوش للشمس بصفه مباشره لمده طويله، بلاش عمل مجهود بدني شاق وحاد، وخاصه كبار السن في وجود الشمس او في التعرض للشمس. شرب ميه كتير، لان عدم شرب الميه كتير مع وجود بدني مع حراره عاليه بيعمل حاجه اسمه تكسير في عضلات الجسم. تكسير عضلات الجسم ده مدخل ممكن تدخل عيان في مشاكل كلى، اللي هو بيقول فشل كلوي حاد، من اسباب الفشل الكلوي حاد. فده النصيحه. ثانيا ان فصل الصيف فقد السوائل بيكون كتير، الجفاف بيكون اكتر، فبالتالي المريض بيكون عرضه، وبنشوف الكلام ده اكتر في العيادات وفي المستشفيات، ان يحصل له شويه املاح وحصوات في الكلى. فاقدر اقول له في فصل الصيف لا، اشرب ميه كتير، اشرب ميه كتير الا المرضى اللي قلنا عليهم. تمام اعزائي المشاهدين،
خلصت حلقتنا النهارده واستمتعنا بوقتنا النهارده مع الدكتور باسم جمال بيباوي. بنشكرك جدا يا دكتور على وقتك ألف معانا وعلى شكر يا المعلومات فندم، اللي افدتنا بيها ربنا النهارده. يخليك، ألف شكر. بتمنى لكم دايما رب تكونوا بألف خير وبألف صحه يا رب، وان شاء الله على امل بلقاء جديد وحلقه جديده الاسبوع القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.